الله سبحانه وتعالى أحيانا يجعلك يا إنسان أو يبتليك ببعض الأشياء تمر فيها بمضائق، بيأس، بمرض، بتعب، بفشل، لتعود إلى الله سبحانه وتعالى لتنطق اسمه كي يسمعك، ليجيب دعواتك. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت، وادعو الله بما تشاء وترقب رحمته. الله سبحانه وتعالى أحيانا يجعلك يا إنسان أو يبتليك ببعض الأشياء تمر فيها بمضائق، بيأس، بمرض، بتعب، بفشل، لتعود إلى الله سبحانه وتعالى لتنطق اسمه كي يسمعك، ليجيب دعواتك. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت، وادعو الله بما تشاء وترقب رحمته. الله سبحانه وتعالى أحيانا يجعلك يا إنسان أو يبتليك ببعض الأشياء تمر فيها بمضائق، بيأس، بمرض، بتعب، بفشل، لتعود إلى الله سبحانه وتعالى لتنطق اسمه كي يسمعك، ليجيب دعواتك. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت، وادعو الله بما تشاء